شو قصة درفة الخزانية اللي حملتها معها أم محمود على المستشفى ومتعمشقة فيها؟ لو كانت أم محمود فعلا زعلانة على الخسارة ما كانت تمسكت بالنمرة الخسرانة. معقولة تكون؟ إيه معقولة، كل شي معقول. لشوف الجريدة. رايح صيح حتى أمه نايمة. It's empty. إنها فارغة، يوجد أحد. وي دكتور، فكرتك جوا. كيفك؟ أهلين. صحتك؟ جاي أطمن على أم محمود، كيف صارت هلا؟ لسه من شوي كنتي هون وسألتي عنها وطمنتك. جاي لعندها لانه بدي اسال اذا هي لساتها بتسال امها ولا لا. ما وقفت ولا لحظه. يا حرام دكتور، انا جايبت لها خبر كثير بفرح وجاي اخبر لها. ما بدي منك غير خمس دقائق. اذا الخبر بفرحها بجوز يكون لصالح المريضه. ما في مانع. ما بدي وصيكي انزعجات. ما بدي ابدا. تفضلي. ابدا. شكرا كثير دكتور. شكرا. تفضل. شكرا كلك. المعمود هون. انا المعمود. أنا حبيبتي يا أم محمود، وحشتيني قوي. توبشيني شو حنونة إيديك. ما بقى محمود، إن شاء الله الحمد لله على سلامتك. الدكتور قال لي إنه صحتك صارت منيحة وزال الخطر عنك. صحيح دكتور. إيه اطمن يا ستي، حالتك كويسة. خليني أطلع لك. هان لوين بدك تطلعي؟ على البيت. لسه بكير كتير على البيت. شو لسه بكير؟ ما أنت عم تقول حضرتك إنه صحتي صارت كويسة؟ إيه قلت صحتك كويسة، بس هذا الشيء ما بيمنع إنك تضلك عنا يومين ثلاثة مشان صحتك يا محمود يا حبيبتي. اوكي حبيبتي، مسألة أخرى، بس يعني ضروري تضل هون. طبعا مشان صحتي. ممكن لكان آخذ منك إذن ساعة زمان روح أقضي فيها حاجتي وأرجع. في شي؟ لا طبعا. الشغلة اللي أنا طالعة مشانها مهمة كتير، قد ما قالوا لك وولدتك. إيه معناتها في شي؟ ما في شي أهم من صحتك هلا. بكرة لما بتطلع بالعافية من المستشفى بتقضي كل حاجاتك. انت مالك عارفان الشغله اللي انا طالعه مشانها، وشو بيصير اذا تاخرت يومين ثلاثه؟ بخسر بلاوي. خنسلت عافيتي وتقرمت وياتي. قد ما خسرتي بتضلك ربحانه صحتك. ام محمود، انت قولي لي شو هي الشغله المهمه اللي لازم تساويها وانا اسوي لك اياها. لك ما بيصير، ما لازم حدا يساويها غيري والا بتطير. بتطير؟ شو هي؟ لك ما في شيء، ما في شيء. بتعلقوا الاسره انتم مثل اطفال. طيب ممكن اسمع لك دقات قلبك؟ اسمع يا قلبي. عادي عادي. يلا ام محمود ساعديني. يلا 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 حبيبتي. يلا يلا يلا. منى في يعني محمود نايم على 3 ملايين، معها حاد تتعمشها بالدرفة. 3-0-1 جميل. وين؟ 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 لجوا. بالله شو؟ شو الشغلة فوضى؟ طولي بعرضي مو شايفتيني؟ لا عسلامتي، مين حضرتي؟ أنا سكرتيرتي المدير، وإذا بدك شي من المدير بتقلي لي إلي أنا وأنا بفوت بخبره بيستقبلك؟ إيه لا ما بكي شي. وذوقه لجميل كتير حلو هالمرة، عارف مين ينقي. قلت لك عمّا شو حلوة. أرجوكي مدام، أنا ما بحب اسمع هيك حكي. ما قلت شي، قلت إنك حلوة وبعتقد إنه أنا ما عم بكذب. ممكن تقولي شو بدك باختصار؟ بدي أقابل أستاذ جميل. شو بدك من الأستاذ جميل؟ أستاذ جميل جوزي. الأستاذ جميل جوزي؟ إيه بشحمه ولحمه. حتى لو كنتي مرته يا مدام لازم خبره، بركي ما بيحب يقابلك. بلشي. عفوا يا مدام، انت زوجته بالبيت، هون الموضوع مختلف. عم تحكي جد؟ طبعا. ايه اذا هيك فوتي قولي له للاستاذ جميل زوجتك هنا برا وبركي ما بيحب يقابلها لهنا. انا هنا. تفضل ارتاحي. شكرا. تفضلي. شكرا. حلوه حلوه.
وحدة ست برا عم تقول لنا زوجتك وبدها تفوت لعندك. جوزتي زوجتي؟ هيك عم تدعي؟ خليها تفضل. حاضر. شو جابها لهو؟ تفضلي. مرحبا جميل. أهلين هنو، لك شو هالمفاجأة الحلوة هي؟ مفاجأة حلوة وبدي إذن لحتى أدخل لعندك. معلش بس وردة ما بتعرفك لأنه وردة؟ قصدي الآنسة وردة السكرتيرة الجديدة. حلوة ما مو حلوة؟ هالمرة عرفت تنقي مو مثل هذيك السكرتيرة. يعني حلوة شفتيها؟ حلوة بعقل؟ ايه بتطير العقل. ايه مو بس حلوة، هي حلوة الحلوات وجميلة الجميلات ووردة الوردة. ايه الله يهنيك يا رب. جميل أنا جاي عندك بخبر رح يفاجئك. شو؟ محمود ماتت؟ لا شو ماتت؟ إيه رح تعيش عيشة العمرين من يوم ورايح. ليش ركبت قلب جديد؟ المصاري اللي ربحتها رح تركب قلبين بدل القلب. مصاري وربحتها؟ شو ربحتها هي؟ بكون ابنها بعت لها من خور فكان. شو خور فكان وما خور فكان؟ حبيبي جميل، ام محمود ما اجت الجلطه لانه خسر 70 ورقه حق ورقتين يا نصيب، بالعكس ربحت الجائزه الكبرى. طلعي عاوزك هلا عن جد هي ربحت ولا بدك طالع عليها اشاعه مثل ما طلعت علينا؟ صدقني يا جميل، أنا لما شفت أم محمود متناسكة بباب الخزانية اللي عليه ورقة اليانصيب ومو رضيانة تتركه، قلت لحالي أكيد ربحان مثل شي جائزة، بس مو معقولة الجائزة الكبرى، الجائزة الكبرى يا جميل طلعت 3 ملايين. طيب شو عرفك إنه ربحت الجائزة الكبرى؟ يا سيدي أنا نزلت على السوق وسجلت رقم الورقة اللي ربحاني بالجائزة الكبرى ورحت على المستشفى وقارنت الرقمين طلعوا متطابقين. متأكدة؟ طبعاً متأكدة، خطيها لأم محمود قلبها ما تحمل الفرحة منيح ما راحت فيها. هدول 3 ملايين مو قلال، بس بدي أسألك حدا غيرك دريان بهالجائزة الكبرى؟ ما بعتقد. هلا ما بتعتقدي شيء والواقع شيء تاني، مشي معي. لوين؟ على المستشفى. وشو بدك تساوي هني؟ نحن لازم نحافظ لها على النمرة ليقوم حدا يلطش لها اياها، نسيتي انه هي الجائزة تصرف لحاملها؟ مشي. مشي.